Actually, أنا بشتغل إلي internal audit. I'm an internal audit manager, Group Abu Adar. It's my 14th year بعالم internal audit. ليش درست Certified International Supply Chain؟ فكرت كثير قبل ما أخذها. طلعت backward هيك لل previous experience تبعي لورا. لاحظت إنه أكترية الشركات اللي مرقت فيها هي شركات كلها بتعطى supply chain. أنا it's very جنون للبروفيشن أكثر تنسكلها زيادة ونحط very good recommendation بالaudit report. Why not to study the supply chain management? ريتا did very well بالترانسبورتيشن لأن كان بارت كتير صعبة حسيناها كتير طويلة بس لا كان عم ناخذ الأجوبة الملائمة وكمان كنا عم ندرس كتير حلوة nice experience الانتراكشن مع أندري كانت رائعة كمان وصل مسج منيح وسعيد على طول كان موجود معنا بالصف حسيت بمحلات كتيرة إنه وقتها يكون عنا شيء نرجع لسعيد أو حتى أشياء بالشغل كنا نشوفها بعد هلا بتصل وبسألوا فيها كانت experience كتير حلوة thank you very much.